بالنسبة للتبرع بالدم هذه ماشي أول مرة أنا كنتبرع بشكل رسمي، غير وهذه المرة تيولي واجب وطني، لأن اليوم التبرع بالدم كما قلت تيولي واجب وطني على جميع المواطنين، كاع اللي الصحة ديالو تسمح له أنه يتبرع بالدم. هذا هو الوقت باش يساند خوتو المنكوبين واللي يمكننا نعتقوهم. ما تفوتنيش فرصة باش نقول باش نقدم تعازي الحارة لجميع العائلة ديال الناس اللي توفوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم والله يلطف بينا. ولكن الحمد لله تتشوفني كتشوف المركز عامر، كتعرف بأن الحمد لله رحنا البلاد مزيانة، خصنا نحافظوا على هذا التآزر وعلى يعني لا سوليداريتي اللي عندنا، فعلا خصنا نحافظوا عليها لأن شيء كبير. نسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا ديال الزلزال في إخواننا في الجنوب، وجميل الصبر والسلوان الأهل ديالهم وذويهم والمغاربة كاملين. احنا اليوم جينا نلبيو نداء الوطن، هذا واجب وطني، خصنا تضامني مع الإخوان ديالنا في الجنوب، سواء بالدم سواء ماديا كذلك إذا كانت هناك إمكانية المساعدة، وهذا واجب وطني خصنا نوقفوا معهم بجميع ما أوتينا من إمكانيات. وفد نوع عدد ديال الفجعات الواحد غير كيسمع بحال الأخبار كيبغي يعاون باش ما قد يعاون، وربي عطانا كاملين الدم وشي حاجة اللي نقدو نعتقوا بها أرواح بواحد الحركة بسيطة، هو أنه الواحد يمشي لأقرب مركز التحقق. إذن أنا بصفتي مواطن مغربي جيت لأقرب مركز التحقق باش نعطي الدم، وإن شاء الله يعاون فينا نعتقوا الأرواح ديال المغاربة اللي ماتوا، الله يرحم جميع الناس اللي ماتوا. جيت باش نعطي الدم ديالي في هاد الحالة اللي شوية صعيبة، جينا بيان سور باش نديروا الجهد ديالنا، نحاولوا نعاونوا بطريقة أو أخرى المواطنين ديال هاد البلاد ديالنا، وإن شاء الله كنتمناو إن شاء الله كل شيء يدوز مزيان والأمور تحسن والحمد لله على كل حال. اليوم كما كتشاهدوا فكاين واحد الاقبال كبير ديال المواطنين على التبرع بالدم على اثر هذه الفاجعه اللي المت بالوطن ديالنا، فكنقدم العزاء ديالي لعائله الضحايا وكنطلب من الله الشفاء لجميع الضحايا ديال المرضى اللي ضحايا ديال هذه الفاجعه، والحمد لله كاين المتبرعين تقريبا عندنا اكثر من 300 اللي مسجلين دابا غادي يتبرعوا، والمواطنين بواحد الحماس كبير، فهذا كيفرح ولا خوف على الوطن ديالنا الحبيب الحمد لله. فبالنسبة للناس اللي يتبرعوا غير نصيحة ياخذوا شي حاجة يعني ما يتبرعوش على الخوا ما واكلين والو، وتكون السن ديالهم ما بين 18 و 60 سنة، وما يكونوش كيعانيو من شي امراض مزمنه، هذا هو الشرط باش يتبرعوا. هاد الدم ان شاء الله كاين تنسيق ما بين المراكز ديال المغرب، تنسيق تيديروا المركز الوطني بالرباط، وهو اللي كيطلب منا مثلا الاحتياجات نتاع المدينه باش وكينسق باش كنصيفطوا الدم هذا اللي كيتبرعوه المواطنين للناس اللي محتاجه.